علينا امين. من جيل الى جيل سنوك لن تبلى، ومن قبل الشمس كان اسمك. هو ذا اراك اليوم معلقا على الصليب يا ضابط كل المسكونه. كيف تجرأ عليك المخالفون الذين هم صنعتك ايها الفخاري؟ يا من جذب اليه كل المجروحين وشفى جراحهم. أيها الطبيب الحقيقي، علقوك على خشبة مثل فاعل شر، أعني الشعب المملوء إثما، أولئك الذين رفعوا أصواتهم الشريرة وقالوا ليس لهم ملك إلا قيصر. فلما كان وقت الساعة التاسعة ومخلصنا معلقا على الصليب، فتح المخلص فاه باللغة العبرانية هكذا قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني. حتى خاف جميع الذين كانوا حوله الذي هو إلهي إلهي، التفت إلي لماذا تركتني، كما هو مكتوب في المزمور. فلما قربت منه الساعة التي يعرفها هو وحده أجاب وقال: الآن أنا عطشان. لأنه هو كان يعرف الذي كتب من أجله، فأخذ واحد إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. فلما ذاق الخل قال: قد كمل قول داود في المزمور، ومن بعد الخل أمال رأسه وصاح بصوت عظيم وأسلم الروح. من يبشر المسبيين بالذي ذاق الموت عنهم؟ ومن الذي يسبق إلى الفردوس فيهيئ الطريق للملك؟ افرحوا اليوم أيها الأبرار والأنبياء والبطاركة والصديقون، والإنسان الأول الرأس الذي عتق في الحزن قد تجدد اليوم بالإنسان الجديد الذي قتل الموت وأبطل عزه، وشوكته المرة كسرها وقطعها الله الكلمة بكمالها، ومضى إلى الجحيم بالنفس التي أخذها من طبيعة آدم وجعلها واحدا معه، والنفوس التي كانت في السجن أصعدها معه كعظيم رحمته، والعدو الأخير الذي هو الشيطان قيده بالقيود والسلاسل. فلما رآه البوابون الأشرار والقوات الكائنة في الظلمة هربوا ولم يطيقوا الثبوت، لأنهم عرفوا قوته وكثرة جبروته. فكسر الأبواب النحاس بسلطانه، والمتاريس الحديد سحقها. وأما المسبيون إذ رأوا الرب يسوع مخلص نفوسهم صرخوا بصوت قائلين: حسنا جئت أيها المنقذ عبيده. ثم أمسك أولا بيد آدم فاكتزبه وأصعده وبنيه معه وأدخلهم إلى الفردوس مسكن الفرح والراحة. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا كي بألم يخلصنا. فلنمجده ونرفع اسمه، لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته.